خلينا نناقش هسه بهذا المقطع كيفية إجراء التمدد والتقلص على كيرف معين زين، لكن هالمرة وين راح نجري؟ على الفيرتيكال لاين. فخلي أناقش نفس المثال السابق حتى أقارن بيناتهم. لو كان المثال مالتي بهذا الشكل، إذا كانت الدالة f of x هي 4 ناقص x تربيع تحت الجذر للدومين للفترة بالزائد ناقص 2 وللرينج من 0 إلى 2، المطلوب هو shrink and stretch it vertically هالمرة، إنه أجري عملية التقلص والتمدد عليها vertically بمقدار 2 units، يعني حدد لي مقدار قيمة c تساوي 2 and then sketch the results. فهسه أولا خلي أحدد مطلب السؤال هو إجراء عملية التمدد والتقلص vertically، هذه راح تأثر لي على شكل الرياضي للمعادلة. 2 لازم حدد مش قد مقدار قيمة ال c الكونستانت اللي هو راح يجري بيع مقدار عملية التقليص أو التمديد للدالة، حتى أحتاج أنه هو أزحف الدالة على أساسه، وهذا راح يأثر على مقدار قيمة الرينج باعتبار هنا راح يكون عندي وين العمل على الواي أكسس. فهسه أول خطوة واحد خلينا ناخذ عملية الشرينجينج اللي هو مقدار قيمة شنو التقليص اللي يجري على الدالة. فهسه أولا أقول بما أنه مقدار قيمة C تساوي 2 وأنا جاي أقلص الدالة ككل، لأنه جاي يقول فيرتيكالي الدالة ككل، إذا هسه أول خطوة Y راح تكون تساوي 1 على C مضروبة كلها في الدالة، أوكي، وتساوي مقدار 1 على C يعني 1 على 2 في الدالة كلها اللي هي 4 ناقص X تربيع. فإذا كانت الدالة الأصلية مالتي هسه كلها، خلي أرسمها، الدالة مالتنا هذه X هذه Y، وقلنا هي عبارة عن نصف دائرة بهذا الشكل معرفة بزائد 2 ناقص 2 ومن 0 إلى 2، أوكي. هالمرة شو نسم؟ بما أنه الدالة كلها انضربت بمقدار نصف، يعني الدالة كلها قلت بمقدار قيمة نص على الواي أكسس، فإذا كان من 0 إلى 2 هالمرة راح تكون من 0 إلى 1، خلي أفترض أنه هذا 1، الدالة راح تقل فيكون بهذا الشكل، تبقى نصف دائرة للفترة من زائد ناقص 2، لكن مقدارها الامبليتود مالتها والارتفاع أقل بمقدار قيمة 1 على اعتبار أنه سوينا لها عملية تقلص بمقدار 1 بمقدار قيمة نص. زين شلون راح اتعامل وياها رياضيا لايجاد مقدار قيمه الرينج؟ بالنسبه للدومين هو ثابت، الدومين بما انه على الاكس اكسس ماكو اي تغيير على الاكس اكسس فمقداره ثابت. زين الرينج هو اللي هنا تاثر، لان العمليه الرياضيه مالتي هي على الواي اكسس على الفيرتيكال لاين. فهسه هذه اقول انه واي تساوي لي نصف اف اوف اكس، او انه 2 واي تساوي لنا الاف اوف اكس. فمن هذه المعادله يعني اقول هذه هي عبارة عن 2y تساوي الـ f of x، فهسه هذا هو يمثل مقدار قيمة الرينج مالتي. فأقول إذا 2y هو ما بين الصفر وما بين الاثنين للدالة الأصلية، الدالة بعد التغيير راح أقسم هسه هذه المعادلة 2، فراح شو يكون عندي؟ إنه الـ y هو ما بين الصفر وما بين الواحد اللي هو يمثل مقدار قيمة الرينج بعد التغيير، فهذه من صفر إلى 1. زين الحالة رقم 2 الستريتشنج اللي راح اسوي التمديد اللي راح يصير على الدالة، هالمرة راح يكون الامور شوية اكثر يعني خلينا نقول اختلاف، على اعتبار انه راح يكون عندنا الشكل الرياضي انا راح امدد الدالة بمقدار قيمة 2. فاقول هسه اولا المعادلة مالتي انه y تساوي اللي بالحالة الثانية هي مقدار قيمة الكونستانت في الدالة، ويساوي 2 في مقدار قيمة الدالة اللي هي 4 ناقص x تربيع، يعني الدالة مالتي كلها تكبرت بمقدار قيمة 2 او ضاعفت او تمددت بمقدار قيمة 2 على اعتبار انهم ضربت بكونستانت مقدار 2. فهالمرة بدل ما كانت الدالة مالتي محددة من صفر بهذا الشكل نصف دائرة محددة للفترة من زائد ناقص 2 وقيمتها هنا من صفر الى 2، هالمرة راح تكون هي انضربت بمقدار قيمة 2 فراح تكون هي من صفر إلى 4 تكبر، فبالتالي راح يصعد هذا الرسم مالتي بهذا الشكل. خلي أفترض هذه الأربعة تصير بهذا الشكل، هذه خلي أفترضها هي الأربعة هذه الواي، فتصير هي من صفر إلى 4، تبقى هي عبارة عن نصف دائرة بهذا الترتيب، نصف دائرة بهذا الترتيب. زين هسه خلي أحدد مقدار قيمة شنو الرينج هالمرة بالعكس، هذه الدالة مالتي
تكون وكأنه y على 2 يساوي لي f of x. إذن هذا ايش راح يأثر؟ انه y على 2 هو كان محصور ما بين الصفر وما بين الاثنين. هالمرة ايش راح يكون عندي؟ اضرب المعادلة كلها في 2 فيصير عندي الرينج مالتنا هو راح يكون ما بين الصفر وما بين الاربعة. يعني الدالة مالتي هسه هذه من صفر الى اربعة، هذا الرينج. وبالنسبة للدومين هو باقي مقدار قيمة الدومين ثابت.